مساء الخير مشاهدينا الكرام. عام مر مر على كارثة انفجار مرفأ بيروت، وعام إلا أسبوعا على استقالة حكومة الرئيس دياب على خلفية الانفجار، وحتى الآن لا حكومة جديدة في لبنان. التفجير في حينه تمركز في العنبر الرقم 12، لكن دوائره تماوجت وارتسمت في كل أرجاء بيروت وترددت في كل أنحاء لبنان وفي عمق الوجدان، وامتدت إلى كل أقطار المنطقة ومعظم البلدان. وفيما التحقيقات تشق مسارها، المطلوب على خط آخر هو تأليف حكومة، وقد لا نبالغ في استغراب المشهدية الآتية: تهافت دولي مضطرد ومتزايد، خصوصا من الفرنسي والأوروبي والروسي في اتجاه الساحل اللبنانية، ومهما كانت الدوافع، مع المطالبة بالإسراع في تأليف حكومة والشروع بالإصلاحات وكذلك التحقيقات، فيما التنكوت أو التناكد الداخلي اللبناني، لا بل الترف السياسي المحلي مستمر، ومستمر معه البحث عن حصص وتناتش حقائب، وكأن غالبية الشعب اللبناني يعيشون في نعيم وليس في جحيم، وكأن ما انفجر في 17 تشرين وما تلاه من تظاهرات احتجاجية مطلبية حقيقية وما تبع ذلك من مؤامرات خبيثة على مطالب الناس وحاجاتهم واحتجاجاتهم، وكأن ما حصل بعدها في الرابع من آب، كأن كل ذلك في قاموس القوى السياسية المعنية بالبلاد والعباد أمر عابر، وفي حساباتهم أن على الشعب أن يبقى ذلك الصابر الصاغر، وأن على الناس أن تتأقلم، وما هم المسؤولين أن يبقى الناس مقهورين مفطوري القلب معذبين في وطن اسمه الغالي لبنان لم يشهد معاناة معيشية اقتصادية وحتى سياسية منذ 100 عام كالحال المذرية المنحدرة إلى هذا الدرك. في أي حال، استعدادات شعبية لتحركات الشارع غدا مغطاة من قوى سياسية وحزبية في يوم الغضب في ذكرى جريمة مرفأ بيروت. وثمة كلام في محافل دولية على إرسال بعثة تحقيق في الانفجار الذي حصل في المرفأ في 4 آب الماضي. وعلى الصعيد الحكومي، عقدة حقيبة الداخلية قائمة وجاثمة، ورجال الدستور والقانون يقولون إن من حق الرئيس المكلف تأليف الحكومة إعداد مسودة التشكيلة الوزارية وإطلاع رئيس الجمهورية عليها لتقترن بموافقته. البطريرك الراعي اطلع من وفد كتلة ميقاتي على تطورات مسار التأليف. في الغضون يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في 8 مساء اليوم رسالة إلى اللبنانيين عبر تلفزيون لبنان ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة بمناسبة الذكرى الأولى لتفجير مرفأ بيروت. أمنيا وبعيدا من أي رسالة ومنعا لأي تأويل، مصدر أمني أوضح أن دورية من لواء الحرس الجمهوري كانت في مهمة روتينية اشتبهت بسيارة متوقفة على الطريق المؤدي إلى قصر بعبدة في شكل يثير الشك، فتم قطع الطريق وتفتيش السيارة والتدقيق في مستنداتها، وتبين أنها مسروقة، وتم تسليمها إلى قوى الأمن الداخلي لاستكمال الإجراءات المناسبة. ونفى المصدر الأمني أن تكون السيارة ملغومة مثل ما تم التداول به عبر تطبيق واتساب ومواقع إلكترونية. تفاصيل النشرة نستهلها بالإشارة الموجزة إلى 3 تطورات خارجية. في مياه الخليج وقبالة ساحل الفجيرة بالإمارات انفجر لغم بحري بناقلة نفط ترفع علم سنغافورة في سياق حرب الناقلات بين إيران وإسرائيل. في كابل عاصمة أفغانستان انفجار شديد قرب منزل وزير الدفاع الأفغاني أسفر عن قتلى وجرحى. في واشنطن ترددت معلومات عن إطلاق نار في موقف للحافلات تابع للبنتاغون أسفر عن قتيل وجريحين وخلف بلبلة. بالعودة محليا، في ذكرى 4 آب الرئيس بري: العدالة ليست عريضة أو عراضة، العدالة استحقاق يومي تتكرس باستقلالية القضاء وتطبيق الدستور.
في الرابع من آب وذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت، أصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري البيان الآتي: لن تطمئن نفوس الشهداء ولن ترجع إلى باريها راضية مرضية، ولن يلتئم الجرح الوطني الذي أحدثه انفجار المرفأ إلا بإحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة من دون زيادة أو نقصان. العدالة ليست عريضة أو عراضة، العدالة استحقاق يومي تتكرس باستقلالية القضاء وتطبيق الدستور والقانون والسمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أي اعتبار سياسي أو انتخابي أو طائفي بغيض. من جديد، من موقعنا السياسي والتشريعي لن نرضى بأقل من العدالة والاقتصاص من المتورطين بأي موقع كانوا ولأي جهة انتموا، والمدخل إلى ذلك معرفة الجهة التي أدخلت نترات الموت إلى عاصمتنا بيروت والأسباب الكامنة وراء الانفجار. وختم الرئيس بري: مرارا وتكرارا وحتى انقطاع النفس، لا حصانة ولا حماية ولا غطاء إلا للشهداء وللقانون والدستور، ولكم في القصاص حياة يا أولياء الألباب لعلكم تتقون. وفي ذكرى الرابع من آب، الرئيس عسان دياب رأى أن انفجار المرفأ كشف الفساد المزمن والمتمادي. رئيس حكومة تصريف العمل حسان دياب رأى في بيان أن انفجار الرابع من آب كشف عورات البلد، وقال: انكشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان، وظهرت معالم الدولة العميقة، دولة الفساد، ليتبين أن العنبر رقم 12 يختصر صورة الواقع اللبناني الذي يقوم على اجتماع مكونات وعناصر الإفساد التي استسلم البلد لإرادتها وقوة سطوتها. لا يمكن أن تتكشف الحقائق الكاملة لتلك الكارثة من دون أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية: من أتى بهذه المواد؟ ولماذا؟ كيف ولماذا بقيت؟ كيف حصل الانفجار؟ إن تحقيق العدالة، قال الرئيس دياب، يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة. إن لبنان يمر بمرحلة خطيرة جدا تهدد مصيره ومستقبل أبنائه، وعلى الجميع الإدراك أن العدالة الحقيقية هي حجر الزاوية في حماية لبنان من السقوط. رحم الله شهداء لبنان الذين سقطوا في كارثة بيروت، أعان الله الجرحى على تجاوز جروحهم التي تركت آثارها في حياتهم. الله يحمي لبنان، الله يحمي اللبنانيين. ختم الرئيس حسان دياب. الرئيس الحريري دعا إلى الكف عن المزايدات وطالب بتحقيق دولي لكشف الحقيقة. اعتبر الرئيس سعد الحريري أن البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين واتخاذها ممرا لتسجيل المواقف وإغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة. وفي بيان له، قال الرئيس الحريري: هذا يوم لتحرير العدالة من المبارزات السياسية والمحاكمات الإعلامية. للعدالة قاعدتان: لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين، وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحيات والأحكام في الجريمة الواحدة. أضاف في بيان: التاريخ يقول إن معظم الجرائم التي أحيلت على المجلس العدلي ذهبت أدراج الرياح السياسية، وجريمة المرفأ هي أم الجرائم في تاريخ لبنان، فلا عدالة من دون حساب، ولا حساب من دون حقيقة، ولا حقيقة من دون تحقيق دولي شفاف أو تعليق بعض المواد الدستورية لرفع الحصانات، كل الحصانات من أعلى الهرم إلى أدناه. الرابع من آب يوم التضامن مع بيروت ومع أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين. نسأل الله الرحمة للضحايا والرأفة بشعبنا ليرفع عنه البلاء والوباء والغلاء، إنه سميع مجيب الدعاء. موقف للحزب. في ذكرى الفاجعة الوطنية الكبرى في انفجار مرفأ مدينة بيروت في الرابع من آب، شدد حزب الله في بيان على وجوب تكاتف اللبنانيين لتجاوز المحنة الأليمة والعمل الجاد للوصول إلى الحقيقة الكاملة غير المنقوصة بكل شفافية، بعيدا من الاستغلال السياسي الرخيص وتصفية الحسابات، داعيا الجهات القضائية المعنية لأن تتعامل مع هذه المسألة الوطنية الكبرى بعيدا من الاستنساب والضغوط، وأن تكشف الحقائق بكل شفافية أمام الرأي العام اللبناني وأمام العالم، وأن نضع بالتالي حدا قاطعا أمام التلاعب الداخلي والاستغلال الخارجي وتوجيه الاتهامات وتشويه الحقائق على حساب الحقيقة والعدالة وألام اللبنانيين ومصيرهم. وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال دكتورة منال عبد الصمد لفتت
إلى أن وزارة الإعلام وما حصل من أضرار كانت شاهدة على انفجار المرفأ، وهو بمثابة جريمة بحجم وطن. نحن واقفين اليوم بوزارة الإعلام، وهيدا المكان شاهد عيان على حجم الكارثة المأساوية اللي هزت لبنان والعالم جراء انفجار المرفأ بأربعة آب. مثل ما شفتوا الأضرار كبيرة لحقت بالمبنى من انهيار السقوف والزجاج يلي تناثر بكل مكان، كل واحد منا كان معرض أن يكون مشروع ضحية. عشرات بل مئات الاتصالات أمنا فيها وتلقيناها بشكل متقطع، لأن الشبكة ما كانت عم تساعدنا وما كانت عم تتحمل بوقتها. ما كنا عارفين شو هو سبب الانفجار ولا سبب هيدا الضرر يلي صار. بعض الزملاء بالوزارة جرحوا بالانفجار، والحمد لله ما كان في إصابات خطيرة وتم إسعافهم، والبعض ضررت سياراتهم المركونة بالموقف. هيدا عدا عن الأضرار النفسية يلي عانى منها كثيرون. لحظات ذهول وخوف وترقب عشناها قبل ما نعرف إنها جريمة بحجم وطن بحجم شعب. نحن اليوم واقفين بوزارة الإعلام دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا بريئة ماتت غدرا وظلما، دقيقة صمت والشعب لا يزال بانتظار سماع العدالة عم تتكلم وعم تنطق بالحقيقة. سنة مضت وجرح المرفق بعد ما اندمل، ودموع الأهالي وأنين وجعهم نعبيم للدنيا، والمباني المتضررة والحطام والدمار شاهدة على حجم الفاجعة. ذكرى أليمة تقيلة بتمر علينا وبتحز بقلب الإعلام اللبناني وكذلك العربي والدولي. الإعلام حزين ومتألم، أي خبر بينقل وأي صورة أي حديث أو أي كلام ممكن أنه يضمد الجراح، وكل الشاشات للأسف متجهة بالسواد. رح يبقى إعلامنا العام، هون بأكد إعلامنا العام ومش الرسمي لأنه هو إعلام للجمهور وإعلام للجميع، رح يبقى سواء عبر منقصات وزارة الإعلام من وكالة وطنية للإعلام أو إذاعة لبنانية أو مديرية دراسات وديوان وغيرها أو تلفزيون لبنان بالأرضية أو الفضائية أو الرقمي، هو المظلة الإعلامية الوطنية الجامعة يلي بيتفيق بظلالها جميع اللبنانيين بأي موقع أو لأي جهة انتموا. بالختام، بلكي العزاء الوحيد والأمل الوحيد هو توحد اللبنانيين جميعا أمام هيدا المصاب الأليم، وأن تكون للعدالة الكلمة الفصل بهيدا الملف، وكذلك تكون هيدا القضية هي قضية بتوحد اللبنانيين على كلمة الحق والحقيقة. كل يوم هو الرابع من آب بالنسبة لشادي رزق الذي زرع جسده بالزجاج نتيجة انفجار الضمير، وهو اليوم يسعى للهجرة من وطن من دون حقيقة. دينا رمضان طبارة. شادي رزق one of the survivors of Beirut explosion. صار عمري سنة. توقف الزمن يوم الرابع من آب 2020 بالنسبة لشادي رزق، أحد الناجين من انفجار مرفأ بيروت. هيدي السنة قطعت بلحظات كتير سريعة، يعني ما بتحسي أنه قطع سنة، ما بعرف يمكن تحسي أيام معدودة أو لحظات، يعني غمض عين فتح عين صرنا سنة من الانفجار. Time has stopped completely. يعني كل يوم 4 أغسطس، كل يوم every day كل يوم بتذكر الانفجار أو بتذكر شو صار بهذا النهار البشع. هي قصة شادي البالغ من العمر 36 عاما. شادي الذي كان يعمل في مكتبه في شركة لتقديم خدمة الانترنت، وكان يصور الدخان المتصاعد من انفجار أولي في المرفأ، وحصل ما حصل ليحتاج بعدها إلى علاج وتقطيب 350 غرزة في أنحاء جسده ووجهه، كما أصيب بإعاقة بصرية جزئية جراء الانفجار. بدي فل، وهذا أصعب قرار أخده بحياتي.
شادي رزق يعود ليقول يوم 4 آب هو يوم ولادته مجددا، ويريد الآن مواصلة هذا الفصل الجديد من حياته بعيدا عن لبنان، وقد تقدم بطلب للهجرة إلى كندا ويخطط ليكون هناك بحلول تشرين الأول المقبل. وحتى الساعة لا يزال يعيش في منزل عائلته في إحدى ضواحي بيروت المطلة على المرفأ، ما يجعله يتذكر يوميا تجربته المؤلمة في خضم غضب داخلي. بعد ما حدا لقط، بعد ما حدا استقال، بعد ما حدا فات على الحبس، بعد ما حدا بينت الحقيقة اللي كانوا وعديننا فيها انه بتطلع الحقيقة بعشرة ايام او خمس ايام مدري شو. وما زال طبيب شادي رزق يستخرج الزجاج من جسده، ورغم ان العديد من ندباته عولجت فانه ما زال حتى الان يتعافى جسديا ونفسيا. مشاهدينا الكرام، غدا مؤتمر باريس الدولي لمساعدة الشعب اللبناني بتنظيم من فرنسا والأمم المتحدة. بحسب المعلومات المتوافرة إلى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية حتى الآن، المؤتمر يفتتح بتوقيت لبنان الساعة 1، كلمة الافتتاح للرئيس ماكرون، كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كما ستكون كلمة لرئيس الجمهورية عماد ميشيل عون، كلمات للرئيس الأمريكي بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ملك الأردن، رئيس وزراء اليونان، رئيس وزراء العراق، مدير العام لصندوق النقد الدولي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، رئيس الاتحاد الأوروبي، رئيس وزراء الكويت، ويشارك وزراء ورئيس وزراء كندا كمان. يشارك وزراء الخارجية عدد من الدول الأوروبية بين ألمانيا والنمسا وهولندا قبرص بريطانيا سويسرا، تشارك المملكة العربية السعودية والإمارات والصين والجامعة العربية. هناك دول أخرى ستعلن عن مشاركتها لاحقا، ويصدر بيان في نهاية المؤتمر باسم فرنسا والأمم المتحدة بحسب ما تبلغنا، وسيتم نقل كلمة الرئيس ماكرون مباشرة، وستنقل كلمة الرئيس عون مباشرة أيضا من خلال تلفزيون لبنان. دعت مجموعة الدعم الدولية السلطات اللبنانية للإسراع في استكمال التحقيق في انفجار المرفأ من أجل كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وإذ تلاحظ مجموعة الدعم الدولية مرور عام من دون تأليف حكومة وتأخذ علما بتكليف رئيس وزراء جديد، فإنها تدعو القادة اللبنانيين إلى أن يبادروا من دون تأخير إلى تقديم الدعم لتأليف حكومة ذات صلاحيات تمكنها من تطبيق إصلاحات مجدية. كما أكدت المجموعة من جديد أهمية إجراء الانتخابات النيابية بمواعيدها حفاظا على ديمقراطية لبنان، ورحبت بالمؤتمر المقبل الذي سترأسه كل من فرنسا والأمم المتحدة يعني غدا لتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات الأكثر هشاشة في لبنان. بتكليف من الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي، زار عضوا كتلة الوسط المستقل النائبان الأولى نحاس وعلي درويش البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، وأطلعاه على الأجواء السائدة على مسار التأليف الحكومي، واطلع على آرائه بحسب النائب نحاس الذي أضاف أن البطريرك مهتم جدا بأن تبصر الحكومة النور سريعا من أجل الوطن والناس والبلد، وأن التواصل سيستمر والأمور مرهونة بأوقاتها، والمهم كما يقول غبطته أن نتعلم من عبر الماضي ونسعى للبحث في إزالة كل العوائق، لأن الوصول إلى تأليف حكومة أمر أساسي من أجل مستقبل اللبنانيين واستمرار لبنان. الرئيس المكلف تأليف الحكومة نجيب ميقاتي تلقى اتصالا من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، هنأه في خلاله بتسميته لتأليف الحكومة، وتمنى أن يوفق سريعا في إنجاز الحكومة المناسبة لمعالجة الأوضاع اللبنانية في هذه المرحلة الصعبة. كما استفسر الرئيس التركي عن موضوع الحرائق التي حصلت في أكثر من منطقة لبنانية خصوصا بعكار والهرمل، وأعلن وضع الإمكانات التركية في مجال مكافحة الحرائق بتصرف لبنان لدى الحاجة. ميقاتي كان التقى وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر الذي طرح الواقع المعيشي الكارثي قائلا، وضعنا الرئيس في أجواء المشاورات القائمة لتأليف الحكومة، ووعدنا
بأن الأمور إيجابية باتجاهات معينة وأنه سيبذل كل الجهد اللازم مع فخامة الرئيس للوصول إلى تأليف حكومة إنقاذ ضرورية بهذه المرحلة. رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط في حديث للفاينانشال تايمز رأى أن لبنان في اضطراب كبير بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني، وأن القوة الرئيسية على الأرض هي حزب الله، وأن العقوبات لن تضعف حزب الله، مضيفا أن الحزب يتمتع باستقلال ذاتي ومالي ولديه مؤسسات، وأنا لا أجده يضعف كما يريد الأمريكيون. وردا على سؤال عن سلاح الحزب أجاب: لا شيء، لا يمكن فعل أي شيء، فقط لا تضيعوا وقتكم. جملاط شدد على أهمية تأليف حكومة بأسرع وقت ممكن. أصدرت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الخارجية بالإنابة زينة عكر تعميما طلبت فيه من البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية إجراء الاتصالات بالسلطات المختصة في دول اعتمادها وإعلامهم برغبة لبنان إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية. صور خرجت إلى الشارع بعدما فقدت بالمدينة كل مقومات الحياة. نظم أهالي صور رجالا وأطفالا وشيوخا اعتصاما في ساحة الشهيد كمال جنبلاط بوسط المدينة، وطالبوا باستقالة نواب صور الأربعة على إثر الإهمال الذي تعيشه المدينة من فقدان مادة البنزين والمازوت والدواء وارتفاع فاتورة المولدات التي وصلت إلى 1,000,000 ليرة للخمسة أمبير بحسب الزميل جهاد سقلاوي. وألقيت كلمات هاجمت المسؤولين والنواب القيمين على المنطقة. نواب صور الأربعة ما بيمثلونا للأسف، هؤلاء النواب الأربعة اللي أنتم انتخبتوهم حاسبوهم، هؤلاء النواب بيتحملوا المسؤولية الكبرى اللي عم بيصير فيكم بموضوع الكهرباء، موضوع البنزين، بكل مشكلة فيها مدينة صور، هؤلاء النواب بيتحملوا المسؤولية. مش هيك الموضوع، أنا بموضوع نواب صور المطالبة كانت قبل، وصار في هجمة من أحدهم علي شخصياً انه بقول عم نعملها مناطقيه، خي جيب لي اربع نواب من كسروان يشتغلوا لمدينه سور وللمنطقه، انا برفع لهم التحيه خي. الاحتجاجات حدثت وسط تدابير أمنية من الجيش اللبناني لحماية المتظاهرين. المحتجون هددوا باللجوء إلى السلبية في حال لم تلبى مطالبهم. وكانت صور قد عادت مؤخرا إلى موتورات توليد الكهرباء، وانتشرت العشرات أمام أبواب المحلات والمنازل لعدم توافر التيار الكهربائي. تقلبات الدولار والمسار النقدي المؤلم في ظل الوضع القائم، من زاوية رأي الخبير الدكتور فادي قانصو. أمام الواقع المرير اللي عم بعيشه لبنان بالوقت الحالي، مسار سعر الصرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال المرحلة المقبلة بيختلف بطبيعة الحال بين مرحلة زمنية ومرحلة أخرى، وهو رهن أي عملية خرق على الصعيد السياسي والحكومي والإصلاحي. بالمدى القصير أي خلال الشهرين المقبلين، أن التقلبية المرحلية والظرفية بسعر الصرف رح تبقى هي الطاغية إلى حد كبير، وهي بطبيعة الحال رهن المناخ السياسي لناحية نجاح أو تعثر عملية تشكيل الحكومة. ففي حال نجحت عملية التأليف، من البديهي أنه يشهد سعر الصرف انخفاض ملموس، ولكنه سيبقى محدود ومرحلي نظراً إلى أن الارتياح اللي بيولده الانفراج السياسي والحكومي الآن قد يتبخر سريعاً، كونه غير كافي لمقارعة أو لمواجهة كل من الاختلالات الاقتصادية والمالية الكبيرة في لبنان من جهة، وتداعيات الاستحقاقات المنتظرة لناحية عملية رفع الدعم المرتقبة من جهة أخرى. بالمقابل أي تعثر على الصعيد السياسي والحكومي وهو غير مستبعد على الإطلاق، وحيكون له بطبيعة الحال تداعيات ثقيلة على سعر الصرف، ليتجه الأخير نحو مستويات مرتفعة جديدة من الصعب واحد يتكهن بالمستويات اللي ممكن يوصل. أما في المدى المتوسط أي من شهرين إلى عام على أقل تقدير، وهي الفترة الزمنية اللي قد تمتد حتى الاستحقاق الرئاسي المقبل، فسعر الصرف بهالحالة رح ياخذ مسار تصاعدي وممكن يتجاوز المستويات الحالية بشكل عام، ولكن بوتيرة تفلتية مختلفة سواء تشكلت الحكومة أم لم تتشكل. أولا أن استحقاق رفع الدعم المرتقب على المحروقات بعد شهر أيلول مبدئيا كفيل بإرخاء تداعياته الخطيرة على سعر الصرف، خاصة وأن الحكومة المنتظرة وإن تشكلت رح يرتكز برنامجها السياسي على إجراء الانتخابات النيابية أكثر مما هو على إجراء الشق الإصلاحي.
فقدرتها على تطبيق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة على ما يبدو محدودة نسبيا نظرا لعمر القصير واللي ما رح يتخطى على أبعد تقدير بضعة أشهر. وحتى في حال نجحت هذه الحكومة في إرساء بعض الإصلاحات فإن قطف ثمار هذه الإصلاحات رح يحتاج أكيد إلى بعض الوقت حتى يتجسد بشكل ملموس. نختم النشرة إقليميا. الرئيس الإيراني الجديد رئيسي أكد بعد تنصيبه في طهران أن تحسين الظروف الاقتصادية الإيرانية لن يكون رهن إرادة الأجانب. نكتفي بهذا القدر لأنه بعد دقيقتين من الآن رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سوف يتوجه إلى اللبنانيين في الذكرى الأليمة 4 آب. نشكركم وإلى اللقاء.